بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟ نعم، فهمتم؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة. أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، فهذا يجزئه.